اختتم المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو في دورته 24 عمالة، والذي ترأس وفد مملكة البحرين فيه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، حيث اتخذ عددا من التوصيات تتمثل في دعوة الدول الأعضاء للمشاركة في احتفالية مملكة البحرين بالعيد المئوي للتعليم النظامي فيها، بالإضافة إلى توجيه التهنئة لمملكة البحرين وتقديم الشكر على الدعوة الموجهة لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء لحضور فعاليات الاحتفالية. كما تم تحديد الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال عامي 2019 و2020، ومن بينها عدد من الأنشطة وورش العمل التي ستنظمها الأليكسو في البحرين بمناسبة احتفالاتها بمئوية التعليم. واتخذ المؤتمر كذلك عددا من القرارات الخاصة باللجان التي تهدف إلى تطوير أعمال المنظمة خلال الفترة القادمة، منها تنسيق الجهود مع المجالس والمجامع والمؤسسات المعنية باللغة العربية لإرساء إطار مرجعي عربي لتنظيم اللغة العربية وتعلمها، ليكون أساسا لتصميم مناهج اللغة العربية ووضع اختبارات الجدارة اللغوية. جاء من المؤتمر العديد من التوصيات التي تؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال التربية والتعليم، وسواء من خلال التركيز على برامج سوف توزع على الدول، ولله الحمد البحرين سوف تستضيف عدد من البرامج المهمة فيما يتعلق باستخدام اللغة العربية وتطويرها وغير ذلك من الأمور التي تعني بالتعليم. أيضا خرج من المؤتمر توصيات مهمة أخرى، ومن ضمنها وفي مقدمتها أيضا تهنئة مملكة البحرين بمناسبة احتفالاتها بمرور 100 عام على التعليم النظامي، كما سيتم أيضا التنسيق مع المنظمة في وذلك لدعوة وزارة التربية والتعليم في الدول العربية لحضور احتفالات مملكة البحرين بهذه المناسبة التعليمية الوطنية المجيدة.